اهلا بيكم في حلقه جديده من موقع السوق السيارات. حلقه النهارده باذن الله هنحل فيها مشكله كبيره جدا جدا والناس كتير وقعت فيها الفتره اللي فاتت، واحسنني جدا ان اصحابنا صرفوا فيها فلوس كتير وفي الاخر ما وصلوش لحاجه. ايه هي المشكله؟ المشكله في العربيات المانوال اللي بتيجي تديها غيار مش راضي تاخد الغيار، في عضه في النقل بتاعها. الفتايس المانوال او الجير المانوال المفروض ان انت لو بتديها الغيار بتاخده مستريحه، ايه اللي بيخليها تاخده بقى بصعوبه قوي كده؟ خمس نقط اساسيه هنتكلم فيهم النهارده باذن الله، وهنحل بيهم كل المشكله دي بحل بسيط قوي وانت اللي هتعمله بايديك، مش محتاج ان انت حتى تروح لصنايعي، وتوفر على نفسك الافات كتير كنت هترميها في الفاضي، كنت هتغير جير ترميه بدون اي داعي. هنحلها مع بعض النهارده باذن الله باسلوبنا السهل الممتنع، ويلا بينا نشوف الجزء العملي بتاع حلقتنا. فصل النهارده هيكون معلومه مهمه جدا لكل اخواتنا اللي بيشاهدونا لاول مره، وكمان اخواتنا اللي مشتركين معانا على القناه. عشان تقدر تتفرج على كل حلقاتنا الخاصه بالسيارات من صيانه وتقييم وتعديلات، وعشان يوصلك اشعار بكل الجديد، هتعمل الاتي: تحت كل فيديوهاتنا هتلاقي كلمه اشتراك او سبسكرايب باللون الاحمر، هتدوس عليها، والاهم كمان انك هتدوس على علامه الجرس، واللي هيظهر منها مربع حواري بيقول ارسال جميع الاشعارات بشان هذه القناه، هتدوس على علامه صح ثم حفظ، بكده هيجي لك اشعار بكل حلقاتنا الجديده ومش هيفوتك ولا حلقه. وعشان نقرب من بعض اكتر ونوصل لبعض اسرع ونواكب كمان كل التطور التكنولوجي، نزلنا لكم تطبيق جديد خاص بينا على جوجل بلاي لكل الموبايلات الاندرويد. من موبايلك الاندرويد هتفتح مصدر نت سواء واي فاي او بيانات هاتف، وهتفتح جوجل بلاي وتكتب في البحث غنايم، هيظهر لك التطبيق بتاعنا، هتدوس على تنزيل وتنزل على تقييم وتعطينا 5 نجوم، وتكتب لنا كمان تعليق لو امكن، وبعدين تدوس على فتح. كده التطبيق معاك وهيجي لك اشعار بكل جديد لينا بدون ما يفوتك ولا حلقه. ودلوقتي يلا بينا نتابع حلقتنا. موضوع عاده الغيار في الفتايس المانوال او في الجيرز المانوال موضوع رخم جدا وحله بسيط جدا، وبيتلخص في اربع نقط. اول حاجه هنبص عليها مع بعض هنا، المنطقه بتاعت عصايه الفتيس نفسها. هنيجي هنا وهنروح رافعين دي، هنلاقي هنا في المفروض هنا مجموعه مفصلات زي ما شايفين كده اهو، تمام؟ المفروض انا ادوس دبرياش اهو، مجموعه المفصلات دي بتنقل الحركه اهو كده، تمام؟ مع الوقت المفروض انها بتبقى فيها شحم، مع الوقت الشحم ده بينشف، تمام؟ فكل اللي احنا بنعمله هيبقى قدامنا حل من اتنين، يا هنحط شحم جديد يا هنحط زيت. انا بفضل زيت المواتير، ليه؟ لان هو اسهل في التشحيم زي ما شايفين اهو، تمام؟ تيجي على كل المفصلات دي وتبدا تحقنها بزيت، زيت مواتير عادي من بتاعنا، تمام؟ وهتيجي هنا على الدراع ده ونبدا ان احنا نديله الغيارات بتاعته اوريدي كده. يعني مبدئيا كده انا حاسس ان الدنيا هنا ايه نعمت، يعني انت عارف النقل هنا بقى احسن، واحنا لسه يعتبر ما كملناش بقيه شغلنا، تمام؟ وتبدا تديها الغيارات بتاعتها كامله، تمام؟ هنركب الناحيه الضيقه اول، بعد كده الناحيه العريضه بنقلبها لتحت كده ونركبها، خلاص كده ركبت. دي اول واحده اتفقنا، دي اول تركاب. تاني حاجه الرجلاش بتاع الدبرياش. طبعا الدبرياش لو هو واطي قوي، لو انت بترفع رجلك يروح عربيه طول العربيه طالعه ومتحركه ولقطه النقله بتاعتها، فانت كده عندك مشكله في فصل الحركه جوه قلب الفتيس او جوه قلب الجير، لان المفروض الاسطوانه والديسك بيفصلهم الحركه ما بين الموتور ما بين اجزاء الجير او ما بين تروس الجير، علشان ان انا ابدا لما اجي اديها نقله تاخد النقله مستريحه. لما بسيب الدبرياش يوطى قوي ويبدا ان هو يعلق نقله من تحت وتبدا العربيه تتحرك من اول مرفع رجلي، فهو كده لما انت بتدوس دبرياش هي ما بتفصلش النقله عن بعضه، ما بتفصلش الحركه بتاعه الموتور كامله، فاللي بيحصل ده بيبقى الفتيس لسه القلب بتاعه بيدور، وانا اروح جاي اعطيله نقله تقوم تسمع صوت قرش تروس في بعض. ليه؟ لان هو ما فصلش كويس، وفي النهايه تيجي تبص تلاقي في عضه في النقل، هي مش راضيه تاخد النقله كويس. دلوقتي من جوه الصالون ومن تحت عند مفصلات البدالات هنبدا ندوس على البداله بتاعت الدبرياش. زي ما شايفين انها بتدوس في الفاضي، في شويه بيروحوا كده في الفاضي، ليه؟ دول اللي هو نسبه التاكل اللي حصلت في الاسطوانه والديسك، تمام؟ انت وده اللي بيسبب ان انا لما ادوس للاخر الاسطوانه والديسك ما بيفصلوش تعشيق التروس عن بعضها، فيبدا يعمل عضه معانا. طيب نحلها ازاي او نظبط الرجلاش ده ازاي؟ اول حاجه طبعا بمفتاح 12، وهنبدا نفك الصاموله اللي بيقولوا عليها صاموله غفير، اللي بتبقى ماسكه المسمار ده ما تخلوش يلف، او الزغات بتاعه الدبرياش. بعد كده بمفتاح 6 وهنبدا ان احنا نربط الزغات ده. طبعا هنربطه على قدر احتياجنا، يعني الفكره بتبقى بما يعني لو حضرتك ما عندكش خبره هتحاول ان انت تفكه وتربطه كام مره وتطلع تجرب عربيتك،
عشان تشوف انت مستريح معاه ولا لا، لان طبعا اول ما هتعمله هيخيلك شويه، خلاص ده طبيعي يعني. هنعليه شويه، ولما هتعليه هتحس بفرق كبير جدا في ايه، في استجابه النقله، في نعومه النقله وانت بتديها للعربيه. تمام، بعد ما ربطنا الرباط بتاعنا مثلا المفروض لفتين ثلاثه، بنبدا ان احنا نروح جايين رابطين الصامول الغفير بتاعتنا تاني ونطلع نجرب العربيه. خلاص، العربيه المفروض الطبيعي او الصح بتاع العيار بتاعه ان 30% من طلوع البداله ده يبقى في الفاضي، بعد ال 30% يبدا يعلق نقل. شايفين القيمه دي كده كده لحد كده مفيش نقل، مفيش احساس بالحركه، ما تبداش العربيه تاخد حركه وانت عطاها الاول مثلا على كده. المفروض بقى بعد كده تبدا دلوقتي ابدا احس بحركه العربيه. وصلت؟ ما ينفعش ان انت اول ما ترفع رجلك العربيه تتحرك، لازم قيمه 30% في الفاضي، دول اللي هم الخلوص او الراحه الداخليه جوه الفتيس اللي بيخلوا يفصل نقل كويس ويعشق نقل بعد كده كويس. خلاص احنا ظبطنا، بنروح جايين بقى رابطين الصامول الغفير بتاعتنا تاني بحيث ان احنا نثبت حركته وما يتحركش معانا تاني. بعد كده دبليو دي، ونروح جايين مفصلاته بالزغات بالدنيا اللي تحت دي كلها نرشها، او بزيت مواتير اللي يريحك يعني. تمام، استمتع بقى بالدبرياش الميه اللي تحت رجلك اللي ما عادش فيه مقاومه لا قدام ولا ورا. يبقى ده الدبرياش، وشفنا العصايه دي كده اتنين، هنشوف ثلاثه واربعه باذن الله في قلب الموتور. يلا بينا مع بعض. دلوقتي بقى زي ما شايفين هنا، في هنا المفصلات بتاعت النقل دي، شايفين اللي هي المفصلات بتاعت نقل ووصل الحركه دي، دي مع كل غيار زي ما شايفين كده بتتحرك كده. تمام، وهنا زي ما بيقولوا المنطقه اللي بيقولوا عليها ايه، عقربه الفتيس، شايفين. تمام، طبعا المفصلات دي مع الوقت المفروض بيبقى فيها قلبها شحم، الشحم ده بينشف فتبدا ان حركتها تبقى بعضه، شايفين كده. اللي احنا بنعمله كالاتي، بنجيب حاجه زي الدبليو دي كده ونبدا ان احنا نرش على المفصلات دي وهي بتتحرك. كده طبعا النقل بقى معانا طري خالص ونعم خالص خالص خالص. رابع حاجة، لو احنا عملنا كل ده ولسه لاقيين فيه عضة في الغيارات هنعمل ايه؟ هنكشف على قواعد الموتور وقواعد الفتيس. القواعد دي اللي هي الشيالات، الشيالات اللي بتبقى شايلة الموتور زي هنا كده. بص هنا كده مثلا، دي هنا واحدة اهي شايفينها؟ اللي هي الجزء ده. تمام؟ وفي واحدة هنا تانية اهي، اللي هي هنا دي الشيالة دي، واخر واحدة بتبقى جوه هنا عند الفتيس من ورا. شيالات الموتور ده بقى فايدتها ايه؟ المفروض ان جسم الموتور يبقى فيه حرية حركة، وفي نفس الوقت عشان ما يوصلش الاهتزازات بتاعة الموتور لجسم العربية وتبدأ انها تحرك لك كل حاجة في العربية، فبيبقى فيه قواعد كاوتش، قواعد كاوتشوك ما بين المعدن بتاع جسم الموتور والمعدن بتاع جسم العربيه. مع الوقت الكاوتش ده مع الحركه بيبدا ان هو يبلى ويبدا ان هو يطرى ويبدا يقع. لما الموتور ده بيبدا يسقط لتحت، خاصه القاعده اللي ورا اللي هي بتاعه الجير، لما بتسقط لتحت بيبدا ان يبقى في عضه في النقلات، لان خلاص مكانها اترحل. هتيجي تبص تلاقي دايما الاول والمارشلير بقى فيهم معاك مشكله. فلما ده يحصل معاك وبعد ما عملنا كل الحاجات البسيطه اللي في ايدينا اللي بدون تكلفه ولقيت لسه في عندك مشكله برضه، يبقى هتعمل ايه؟ هتراجع او هتشيك على القواعد دي، وغالبا هتلاقي القاعده عندك الاخيره اللي هي بتاعت الجير او قاعده الفتيس او الشياله بتاعت الفتيس دي فيها مشكله، هتغيرها هتلاقي مشكله النقل بتاعتك اتحلت. خلاص، ده كده ايه الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم. اخر حاجه، ودي غالبا ما بتبقاش موجوده الا في تكات بسيطه كده او حاجات بسيطه قوي قوي نادرا ما بتحصل، ان هو يكون الزيت اللي جوه الجير فيه مشكله، او الزيت فقد خواصه خالص وانتهى لدرجه ان هو ما عادش قادر يلين الحركه ما بين الدروس وبعضها وهي بتاخد النقله. هشرحها لكم ان شاء الله في حلقه مخصوص عن تغيير زيت الجير المانوال، هنتفرج عليها مع بعض باذن الله، هتلاقوها على القناه اتفرجوا عليها. اتمنى ان تكون حلقه عجبتكم، حلقه مهمه جدا لان بتحل مشكله كبيره جدا جدا جدا، وزي ما قلنا بتصرف كتير مع الناس، وهي حلها كله في ايدينا وحاجه بسيطه. جربوه واعملوه كصيانه، يعني كل اللي احنا عملناه ده لو عملته كصيانه هتتبسط جدا وهتدعي لي. انا عملت الجزء اللي عليا ان انا صورت لكم الحلقه الجميله دي، وانتم باذن الله الجزء اللي عليكم ان انتم تنشروها في كل مكان. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.